للشعب الكردي خصوصيات لا تتواجد لدى شعوب المنطقة والعالم. أزياء هذا الشعب ولغتهم خصوصيتين مهمتين تميز هذا الشعب عن الشعوب الأخرى، فهو شعب حي له لغة لن تندثر. أزياءه أيضاً لا تشبه أزياء أي شعب من شعوب العالم. وفي هذه المرة نريد أن نتحدث عن الزي الكردي النسائي. لنساء الكرد منذ قديم الزمان لبسة خاصة في الأزياء وتفاصيلها وأشكالها، وقد تحولت هذه الأزياء إلى هوية أساسية للمرأة الكردية. فالأقمشة مختلفة والتصميم مختلف والخياطة أيضا مختلفة، وتتميز هذه الأزياء بتصاميمها الخاصة وكثرة الإكسسوارات والألوان التي تلمع وتشع عندما ترتديها النساء. للقماش الخاص بخياطة الزي الكردي أنواع كثيرة، ولكل الأقمشة التي تستخدم في خياطة الزي الكردي خصوصية خاصة فلا يمكن استخدامها لأزياء أخرى. وهناك أسواق خاصة أو محلات لبيع أقمشة الزي الكردي. ومن أنواع الأقمشة التي تستخدم في هذا الموضوع: نازناز، جوجيت، بولكا، كشمير، الحرير، تشاروك، كودري، أوغانزا، وفيزون، وعشرات أخرى من الأقمشة. وتختلف وتتفاوت أنواع وأسعار الأقمشة الخاصة بخياطة الزي الكردي النسائي. هناك أقمشة بأسعار غالية، هناك المتوسطة، وهناك الرخيصة. سعر المتر الواحد في بعض الأقمشة لا يزيد عن 5000 دينار، وأحياناً تصل تكلفة خياطة الزي الكردي النسائي الواحد إلى أكثر من 2000 دولار. أما محلات خياطة هذه الأزياء كثيرة ومنتشرة في أغلب الأسواق الكبيرة في أربيل. وللمعلومات أيضاً فإن أنواع الأزياء النسائية تختلف حسب المناسبات. هناك أزياء خاصة بالسفرات والرحلات السياحية، وأزياء خاصة للاحتفالات والأعراس، وأزياء ترتديها العروس في يوم زفافها. الأشكال والتصاميم أيضا تختلف من منطقة لأخرى، وهناك ستايلات خاصة لكل مدينة ولكل منطقة في كردستان. فالتصميم السليماني يختلف عن التصميم في أربيل ودهوك، وهناك أيضا التصميم الهورامي والباديني. ويطلق الكرد على التصميم لقب الدستور أو مصطلح الدستور، وهم يقولون دستور السليمانية في خياطة الزي يختلف عن دستور أربيل وهكذا. ومهما اختلفت التصاميم ودساتير خياطة الأزياء إلا أنها تبقى متشابهة في المضمون. وللزي الكردي النسائي عدة أجزاء: السترة الطويلة والجلابية، والتي يرتدى تحتها ما يسمى كراس وكوي، وتسمى أيضا فستان، الجيلية أو اليلق أو ما يسمى بسلطة. في الماضي النساء فقط كنا يفصلن ويخيطن هذا الزي، لكن اليوم الرجال أيضا يتنافسون معهن بخبرتهن وفنهن في هذا المجال.